احييكم على شاشه التلفزيون لبنان، راح اكون معكم بحلقه جديده من حلقات مأكول. انا اهلا وسهلا فيك يا عبير. اهلا وسهلا فيك. كيفك؟ منيحه. كيفك انت؟ بعدنا باسبوع الاعياد، واليوم عملكم نوعين من الفروج، يلي هو نص فروج مشوي مع بطاطا سوتيه وخضار، وهي البطاطا السوتيه اللي بدي اسويها ستويه على النار بالاول نص استوى. الخضار يلي استعمل جزر وبازيلا ولوبي مع بعضهم، فيكن تعملوهم طازة وفيكن جيبوهم مجلد. بحطولهم شوي صغيري زبدة مع ملح وبهار أبيض. أما النص التاني من الفروج رح استعمله باربيكيو كمان للأعياد، يحسحب قدامكن على الفروج، يعلمكن كيف الفخذ منخليه كامل، ولكن كيف بنقصه ليستوي معنا. امبارح كان السؤال اجا على الهوا انه عم يشوي الفخاد، عم يشوون على الفحم لحتى بالفرن وعم يضل قلبه ني. شو بنعمل منشان ما يضل قلبه ني؟ شو بدنا بالاول البوسان؟ اول شيء بدنا نسحب الفروج، منجيب سكين الذبح منحضر، نلبس كفوف أكيد، والبطاطا حطيناها على النار يلي هي لنص الفروج اللي بسحب. أما للباربيكيو بنشويها معه. نجيب خشبة هيك على الخشبة، بدي أقطع البطاطا بالأول بقشرة مغسلة مظبوط، وبناخد اتصال جديد. ألو ألو ألو، بونجور. بونجور شيف انطوان. بونجورين، يا اهلا وسهلا فيك عيوني. يا عمي كيفك؟ اشتقنا لك يا انطوانات. ولك انا كمان. تسلمي، ينعاد عليكي بالصحة والعافية ان شاء الله. بالقايل يا رب يعطيك الصحة. تسلمي تسلمي. شو ان شاء الله هالاكلات عم يعجبوكي؟ انطوانات انطوانات يعطيك العافية أنت وعبير، الله يقويها. تسلمي تسلمي. كل وانت حلو على الشاشة عبير. مرسي، ينعاد عليكي. تسلمي، وانت كمان ينعاد عليكي. نعم بالصحة. نعم، هالفروج بدي أقطعه بوسان جريي بالأول نص منه. هالفروج مغسله غسيل، انا ما بنحط له لا خل ولا منحزنون، بس بالماء. بيجي هيك، هون في لحمه فوت فيها، هون في مفصل بنزل بهالشكل، هون في القفص الصدري. هلا انا لو بدي كله سوي بجمعه على الميل الثاني، بس انا بدي قلنا نص هاي الميل نستعمله ونص بالشي الثاني. هذا اول نص، يعني من فرد فروج يعلمكم شغلتين. هاي الفخذ نعمل له هيك، انا وعم ساحب الفروج بنشكر السيد عبد الطحان على الفرن، على الميكروويف، على الغاز، وعلى مكانة الخفق. وكمان بنشكر شركة تيفال
يلي عم نشتغل فيهم لحتى السكين. أنا صواني التفال هلا بكشوفون نشتغل فيهم، وبنشتغل هوري للعظم ونحطهم البراد إذا ما بدنا نستعمله ما بنكبهم. ايه فينا نعمل منهم الفوم مرقة وشوربة. شوربة هون العضل بشيله لأنه ما بيستوي معي، جلدي بخليها، الشخص هو اللي عم ياكل هو بيشيلها. لا بخليها هون لتحافظ على جودتها. هيدي هيك، هي الفروج، هي الجانح بشيله، وهون هلا انا في يدق انا هون باكد العظم مش موجود. حطي لي شوية زيت هون. بعد ايه شوي كفي هيك كمان شوي بعد. مش بخيل كتير انت. لا ايه بنملح بنبهر منيح هيك. ايه بدنا شوي. اوكي نقع على الجلد ما بحط. ليه؟ هذا بعده على الفاضي بدنا نرجع يكبها. ايه هون الجلدي ما بكب. وبناخذ اتصال. الو 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 بونجور بونجور. الو مرحبا مدام. حبيبتي ناطرة شيف انطوان اللي جاوبني. الشيف انطوان عم يحكيكي بذاته. شو حبيبتي؟ الشيف انطوان عم يحكيكي. الشيف انطوان معك عيوني. لا مش عم بسمع الصوت. عم قلك الشيف انطوان معك. عيني الشيف انطوان معك. الشيف انطوان افتحي هون اعملي معروف عبير جيبي لي جاف بلاستيك بالكعب ونخي رخي بعد تحت اوطى. مخبيهم انا شو هيك. في سرقه كثير هالايام. وين ما كان في سرقه. هلا هون حطينا نص فروج هون يفوت على الفرن. حطي لي اللبن هون كلهم؟ ايه هلا هون تغير معنا الشغل. هون بدنا الفروج لل يلا حطي فوق منهم الزعتر. ايه شوية زيت. حطي زيت. ايه بزيادة صلصة بندورة. جيبي ملعقة من الجرور وبناخذ اتصال جديد. الو الو بونجور. بونجورين كيفك شيف؟ منيح كتر خير. الله مين معي؟ معك مدام نخلي. اهلا وسهلا فيكي مدام نخلي. ميرسي. بدي تعلمني تعمل معروف الكيش بالسبانخ والجبنه وكيف بدي فرزها للميلاد تعمل معروف. وانا رح سكر وسجل لك صوتك على التليفون. تستمع بس. شو هو الصنف الثاني غير الكيش؟ نعم شو هو الشيء الثاني غير الجيش؟ صوتك كثير بعيد. شو هو الشيء الثاني غير الجيش؟ الكيش اللي بجبنه. نعم الكيش اللي بجبنه اللي عملته امبارح. نعم الجيش. اوكي غير الثاني شو؟ بدي افرزها وانا رح سكر لسجل لك الطريقه مو المعروف. اوكي تكرمي. ميرسي ما تنساني بليز. تكرمي اعملها للميلاد. تكرمي عيوني. حط توم. حطي التوم ناعم. يلا جيبي ملعقة حطي له ملح وبهار أبيض. هلا أهم شيء نتعلم الفخذ. كيف بدنا نشتغل بالفخذ؟ انتبهوا شوي. هي الفخذ هون في مفصل شايفين؟ ما بدي خليه فخذ أنا. ما بقطعه على الآخر. بس فتحت له مجال لتفوت الحرارة. حط كل هيدول بهار؟ لا 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 لا. بك تشلفتي العالم يا عبير. شوي يا عيوني شوي. طارت العالم مش رح تاكل بقى الدجاج. لا حرام. انا شايف انت بتحب الحار فك تخليني. لا انا ما في بحسس على برد او اذا اكلت حار. من هون ومن هون نفتح الفخذ مثل ما علمتكم على الجهتين. لكو كيف صار. ايه
هيك بهالعملية بعد الفخذ كامل أنا سهلت عملية النضج وخليت عملية النقيع تطلع بنكهة أطيب. يعني ليش بيقولوا في طيب وفي أطيب؟ هي الأطيب. جيبي ملقط بل أكيد بدها جوز طيب أكيد. هون الدجاج نعمله هيك قطع ومناخد اتصال جديد. ألو ألو بونجور. يعطيك العافية شيف أنطوان. الله يعافيك حبيبي. أهلا وسهلا فيك. الله يخليك يا رب. بدي أسألك بالنسبة للنخية. نعم. إذا أكلناها أول يوم ونحط التاني يوم مثلا بالبراد. نعم. بيسوى نرجع نسخنها هي والستانيخ؟ لأنه عم بيقولوا هيدي بتعمل ضرر. قال ما بتعمل شيء. فيك ما بتعمل شيء. فيك تسخنها بس تغلي. شين تغلي بتطفي عنا وخلص. لأنه قالوا لي إذا تاني يوم ما بيعود قال يسوى نسخنها ونأكلها. هيك عم بيقولوا. شو بيصير؟ اسألهم شو بيصير. ألو ألو اسأل لي إياهم شو بيصير ساعتها. ما بعرف هذي بيحطوا على اليوتيوب بتعرف أنت أنه قال ما بيسوى تتسخن وكذا. ما بعرف هالشيء حبيبي. نعم. فيك مش تاني يوم تالت يوم كمان تسخنها وتكلها مع احترامي اللي عم يطلعوا على اليوتيوب، ولكن كل يوم نقطع عليها تاني نهار منسخنها تخسر شوي من فيتاميناتها واملاحها المعدنيه. بس ايوه ايوه بس ما بتضر ولا شيء وبتغذي وكل شيء، بس بتخسر شوي من الفيتامينات والاملاح المعدنيه. طيب طول عمرك ممنونك انا. تكرم عيونك حبيبي. تكرم. الله يخليك. الله يخليك. تكرم. بس رشت ملح على البطاطا بعد. ايه اوكي. لانه الملح قليل شوي. ايه. للبطاطا. هون قطعة اللحمة. قطعة لحمة الدجاج يعني. ايه. حطيناها على النار، ممنوع نضل نقلبها. لشو؟ بعد شوي بس شوف انا من هون. انه صار في تقريبا حوالي 3 ملي نضج او 4 ساعتها بقلبها. بقى بدنا عصير الحامض. يلا هون نطفي النار. بردي لي هون شوي صغيره هودي اعملي معروف. ايه بردي وبردي هنقطعهم. ايه هون عندي الحامض. ببرش شوية برش حامض الحامضة نعصرها ومنضيفها هي والخل. في خل بعد ونضيفها لهم. وهيدي نقيع من الباربيكيو في عدة أنواع. يلا وين صار الحامض؟ يلا تعي أنا بكمل عنك. تعي عبير أنا بجيبهم. حطي الخل ورجعي اعملي معروف حركيهم. هي الخل. حطيت جوز طيب؟ ايه اوكي. هلا ليه حطيت انت بهالطريقة برش حامض؟ اطيب. ايه. هاي البطاطا سبده. ايه لانه انا عم اقطعها اذا مش بيردي مزبوط
بتفسخ معي. ايه ما بدي اياها تفسخ. نجيب صينية جالي بحطون لها صغيرة مخباية، مش عارفين ان احنا عم نطبخ على كميات صغيرة. يا عم بيعذبونا، شو بنعمل؟ نحطها هون علي مارينارد. مارينارد ايه. يلا معلم الاكلاميزي شو جديد؟ هلا البطاطا وهي نظيفة. ايه كمان نشقشقها، بنحط معها شوية مي. شوفي كيف عم بياخذ اكثر منك. ايه شقفة زبدة صغيرة، هاي ملعقة خشب، وحطيهم على النار، حطي الخضرة على النار. قام غيرين الغاز؟ ولو عب الطحان بيتركنا بلا ما يغيرنا الغاز، ما بيرضى. ايه يا هلا انا بقشر البطاطا. هالقطعة تبولي شوي. نعم يلا حطي ملح وبهار وحطيهم. اوكي بنجيب ملقط، بعمل هيك مش ملقط ومنشد نخزقها، كل شي بده نعومية. وقلبها لك شو حلوة تحكي لوحدة. بنقشر البطاطا. هلا هي مثل انه صوتي ايه خلص. هلا شو التحريك؟ ايه لشو التحريك؟ غطاها ولا غطا؟ طيب يلا خلص شطفيه وجيبي غطي فيها. هاي البطاطا بنقشرها مسلوقه نص سلقه. هلا نحن فينا نغير شوي بالنقعه؟ ايه فينا، في حوالي 6-7 نقعات للباربيكيو فينا. بس هيدي سهله، كل بيت متوفر فيها، ما انها معقده كثير. المواد موجوده، يعني كل بيت في خل، في حامض، في زعتر، واذا عندهم زعتر اللي هما السماء والسمسم ينخلوه بيمشي الحال. كمان ايه ينخلوه بيمشي الحال. نجيب خشبة ومنقطع البطاطا هيك، بدي خليها أسويت بعضها. رونديل هلا بشيلها حطها هون، خلي لها مجال للفروج اللي فوتهم سوا. ايه او لانه رايحين مع بعضهم. هلا فينا بعد ما نشويها على الجريل انه ما نفوتها على الفرن؟ مش فينا، ضروري. ضروري هيدي ضروري. النقيع مش ضروري لانه النقيع قطعه اصغر. ايه هونيك في شقفة كاملة بالصدر. ايه ما بتستوي معنا مزبوط. ايه بضل فيها ساعتها ناي. هودي نشيل شقفة زبدة صغيرة
هون بنحط عليهم وهون. هلا بنرش عليهم شوية ملح وبهار. إيدي أنا بغسلهم قبل ما أجي. هون ملح وهي بهار. هلا هالنص الفروج اللي عنا بنشوفه على هالمايلة، لأنه عنا هون في سماكة. هاي السماكة من هون ما بتستوي معي، أو بده يصير اتركه بعدين على نار خفيفة كتير بيستوي طول، بس نعم نخلص الحلقة يعني بتعرفي هالشيء. هلا هون أخذ وجع هاي المايلة بنشيله بنحطه هون. بيجي كمان بدي احط له شقفة زبدة وهو مع بعضهم بيروح. وبرجع بحطه بالفرن ليكمل نضجه، بنسمي تكملة النضج. افتح لك هي بنسميه نص فروج صوتي. هلا رح نيجي لهالنقيع. هالنقيع يفضل النقيع يفضل انه ننقعه. حطيتي زيت داخليك؟ ايه. كم مرة حطيت زيت؟ لا اذا حطيتي خلص مش كل مرة، بس اذا ما حطينا زيت بيلزقوا معنا. هلا لو الطفال بدها تشد حيلها وبنلزق، بس لا بصيروا يلزقوا. امبلا ايه. حطيت مع اللبن اول شيء. جيبيهم لقلك. هقولي خلص غلو؟ ايه. لا بعد ما تخافي ما تخافي، بيعطيني لنا اياهم ما يحموا المسكات خصوصي. بيقولوا لي يا شيف انطوان حرام اللي يجوا معك يحترقوا ايديك. هن اتفال. يلا تحرق ايدك ما فيها شيء. يلا نوس النار. ايه اوكي. خسار بدها نار خفيفه هون مشان ما نصرف غاز كثير. لا شو بلا نوفر نفس ال... وبيغلوا. يلا اعطيني لهون. هون بنشتغل على قطع الجيش. اول شيء هالنقيع، لازم هالنقيع هالنقيع يضلوا منقوع اقل شيء 3 ساعات. يعني بده يعزم باربيكيو ناس على الباربيكيو، اذا عشية بده يعملوا الساعة 7:30 9 بده ينقعوا اقل شيء الساعة 5. واذا قبل بنهار ما بيأثر كمان. طيب نحن لاكي 5 دقايق صار له. لكي صار إنه أكيد الشيف أنطوان عاملهم. هاي قطع الدجاج وفينا يلي ما عنده الشوى إما بيروح على التفال بيجيبها أو بيعملهم بالمقلية، بس على التفال أطيب. على الفحم على الطحان بدنا نخفق الكريمة وبدنا نسوي الخضرة هون. هيدول بلاش يغلوا، لكن ريحة شو حلوة. ايه ريحتهم. هاي البطاطا تنشوى معنا هون. يلا انت وزعيهم هون كلهم البطاطات، لأنا اشرح لها للمدام الجيش. اوكي. الجيش اللي سويناه امبارح بسبانغ مع سبانغ بشمال، يعني اصول الجيش لنحكي شوي. هالقالب اللي سويته امبارح بده 6 بيضات، بده 400 جرام جبنه، بده علبه كريمه 400 جرام، وبده 1/2 لتر حليب. لما فوتي بدي بيج وبكل في اكثر، عملنا الجيش بسبانغ وبشمال اوفر، وبدنا كيلو سبانغ. أنا امبارح عملت عجينة 400 جرام طحين، حطينا معها زيت نباتي أو زبدة 60 جرام، يعني فنجان قهوة تقريبا، بيضة، برجوز طيب، برش حامض، ملح 1/2 ملعقة صغيرة، بفركن منيح مع بعضهم، بعدين بعجنهم تقريبا بدهم اقل من 1/2 كباية مي. عجننا العجين. العجينة بنخليها ترتاح، لانه اذا ما ترتاح كيف امبارح انا
عملت شوي معي بالفرن هيك، بس رجعت انا شو منا شيء اشتر مني، سنتة كيف بيعملوا الحيط بيجي ليشلو بيسندوه، انا هيك عملت سنتة امبارح من ادويها شوي بالمحلات بيطلع معهم جالس 100% شو بيعملوا؟ قلت لكم امبارح بحطوا كيلو حمص يابس بفوتوه مع العجينه، لا بيضطروا بقى يبخشوها ولا بيضطروا بقى يسندوها. والكيلو الحمص بيستعملوه من قالب لقالب ومن قوالب عديده مع بعضها. نرجع بعد عندك شيء او خلص؟ لا اسفين. فيهم بس ما في ساعه. انا لك بايدك الحل، لا لا ما تعطلي هم تفال على طول لقى الحل. ها بنجيب مقلاية تفال وما بتلزق زيتها هو بكفيها. ايه بنحطها هودي خلص الخضره مع شبنا غلو بنحطها بس خليها تحمى شوي. ايه اوكي. وبنحطهم بلا زيت بلا شيء لحتى الدجاج فينا نحطهم. ايه مديت العجينه حطيناها بالقالب، قلنا ما اذا مش حاطين شيء بقلبها مجبورين نبخوشها اربع خمس محلات بالشوكه، برجع بنفوتها على الفرن بس انتبهوا للطب الحفه بتسندوها مثل ما سندناها ما في شيء بيطلع. نرجع بدي اسوي له الحشوه لهالجيش. حطيت لتر حليب على النار، جبت كيلو سبانخ، شلت الكعب غسلتهم اربع خمس دوار هيك وشيلهم هيك، ممنوع كتهم هيك ممنوع، هي الكت هيك ما بيسوى، بيضل الرمل والتراب بالوعي شايل بالايدين من وعي لوعي او عم سفايه، بنغسل الوعي بنعبيه ماي نرجع نصه برجع بسقطهم فيه لتصير الماي كانها بقت تنشرب ما بقى فيها اي تعوكر ولا بكعب الوعي في رمل او تراب. بقطعهم بثلاثة سنتي تقريبا القطعة وبرجع بحطهم على حدا. بجيب شرحة زبدة بحطها على النار، بفرم بصلة وسط ناعم بحطها فوقها، بس تدبل البصلة ويصير لونها مايل للشعار بضيف فوق منها السبانخ. مش غلط انه كنا نسلق السبانخ ونكب المي بالمجلى بالمجرور، لا صحيا هيديك تمشي وياما ناس بيعملوها وبيجوا الناس على المطاعم بياكلوا، بس صحيا من شان الفيتامينات والاملاح المعدنيه الموجوده بالسبانخ لازم تعملوا الطريقه اللي علمتكم عليها. السبانخ ناشف ضيفوا دغري على البصل بقلبوا معه من ميته البخار بدبله، بحط له شوية ملح شوية برش حامض شوية برش جوز الطيب وشوية بهار أبيض. حطينا لتر الحليب على النار، خلينا لا لا مش بالمجلة بنستعملهم صوص هلا بنغليهم. روقي روقي يلا ما تعطلي هم تفال كل شيء عمل حسابه. حطيهم هون وبنغليهم هلا بالاخير لنحطهم صوص على الدجاج. ما في شيء بينكب. كيف انا ناكل باربيكيو بلا صوص؟ منا طيبه منا طيبه. هلا انا بكير بعد اسخنهم بنحطهم على جنب. نرجع لتر الحليب على النار، نار هادية ليغلي، بحط بوعي تاني 40 جرام زبدة، ضيف عليهم أربع ملاعق كبار طحين، بحركهم نص دقيقة على نار هادية، بلش ضيف الحليب شوي شوي وبحرك شوي شوي وبحرك، ما بيسوى أبدا ضيف كبشتين بالأول، كبشة وحدة عفوا وحجم وسط، بركي واحد عجب لي كبشة هالقد، في طبعا بيطبخوا فيهم كميات كبيرة بيطبخوا بكبشة كبيرة باللي انت الكبشة. بنصير نحرك بين الحليب
والزبدة والطحين شوي شوي لتطلع عندي صلصة ناعمة. إذا ما نعمت معكم بالمرقة الخشب نبلش بالأول بتضيفوا بتبلشوا بالشريط بعد شوي وبتنعم معنا ومنضيف كامل كمية الحليب. برجع نضيف عليها برجع قص الطيب بهار أبيض ملح وبجيب صفارين بيض أو بيضتين بكسر بفصل الزلال عن الصفار علميا بحطوا له كريمة تقريبا نص كباية كريمة مع البيض بيخفقون وبيدفقون. أنا عم وفر عليكم وبيطلع طيب وأخف نصاحة بلا كريمة دغري الصفارين فيها حلقناهم صارت جاهزة. منشيل العجينة من الفرن بتكون استوت نص نضج. الله 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 شو هالريحة شو هاللوية يا شكل. بتكون استوت نص نضج العجينة طلعها حط شوية صوص بالكعب برجع حشوة السبانخ مع البصل برجع باقي الصوص وبرجع جبني مبروشي على الوش نرجع منفوتها على الفرن. بدأ بالفرن ترجع حوالي 17 ل18 دقيقة بحرارة 200 منشيلها من الفرن. فينا نقدمها سخنة بس بتفسخ معي الأفضل الجيش نسويه قبل بنهار يبرد يسقع تحطوه بالبراد ويسقع. بتجيبوا خشبة منحطها منقلب عليه الجيش لنفترض الجيش هون عم نعطي بتل هون نقطتين مي مني لقلك لا للمجلة هاي الجيش بس برد برجع بقول برد ما بيصوى سخن. حط ورقة نايلون هون جيبوا للجيش وبقلبوا هيك بدق كيف عم بدق على الدربكة هيك بدق بينزل بس ينزل بجيب خشبة تاني بحطها عليه وبرجع بقلبه لمالة الوش بقطعه مثل قطع البقلة مثل قطع مثل قطع الجاتو على شكل عريض 4 سنتي من قدام نص ربع ميلي وبنحطهم بصينية دغري للتسخين. هلا وقت بدنا نقدمهم بنفوتهم مقطعين خالصين ومسقعين على الفرن وبيطلع عنا أطيب جيش بسبق. سؤالي هل فينا نجلد الجيش؟ نعم فينا نجلده للجيش ساعة اللي بدك ولكن بدك تشيلي قبل ساعتين ما نرجع ندخله للفرن. تكرم عيونك وأهلا وسهلا فيك. فرجيني ملقتك شوي هيك نوسي بس بلش نقلبهم ها يلا ليك شو حلوين ليك ريحتهم بتشعر يوم الغداء طيب يوم الغداء طيب شو أنا عازمك شو لا أنا عازمك بس هيك على شي بسيط. الأعياد عطول يعملوا الأشياء الطيبة نحن هلا هالجمعتين أعياد بدنا نسوي أشياء طيبة ينعاد على الجميع يا رب ينعاد على الجميع يا رب. هلا نحن عم نقلب هالبطاطا وقطع الدجاج الباربيكيو كمان هون البطاطا بمقلاية نتوقف مع محطة علنية ومنتابع حلقتنا أنا وعبير عبر شاشة التلفزيون لبنان. ومنتابع حلقتنا عبر شاشة التلفزيون لبنان يلي نساوي اليوم نضمه لإلنا. جبنا فروج نصه سويناه نص فروج مسحب وهو بالفرن عم شويناه هون بالأول بعدين عم نحطه بالفرن ليتحمر وينضج قلبه مزبوط لأنه ممنوع منعا باتا ناكل لحم الدجاج يكون بعد في دم أو لحم الخنزير يكون في دم ممنوع. لحم البقر لحم الغنم لحم الماعز بيمشي
والفخد علمناكم يلي كانوا عم يشوفوا شافوا بس يلي انضموا لنا بناخذ اتصال وبنرجع نشرح. الو 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 شيف انطوان تلفزيون لبنان، صار في تبديل للمطبخ من السفارة التركية، صار في تبديل للأفران والغازات من عبد الطحان، صار في لبعض العدة من انتفال، بعد في مين يجي يغيرنا الصوت، مش عم نسمع صوت مزبوط، لا هن بيسمعونا ولا نحن بنسمعهم. بكبر ساعتها. ومناخد اتصال. الو بونجور. الو بونسوار. بونسواريني، اهلا وسهلا فيكي، مين معي؟ الو سي بونسوار. نعم الشيف انطوان معي. الو. ايه عم بسمعك عيوني. الو. عم بسمعك. لا انا خلص تحتك. الو. الو. عم بسمعك، الشيف انطوان معك تلفزيون لبنان. بليز شيف انطوان بدي اسالك في مجال، انه في مجال كيف بجففوا الليمون؟ كيف بنجفف الليمون؟ بجفف الليمون البردقان، واذا بدنا نعمل محشي سلق بينحط بالفريزر. محشي سلق بينحط بالفريزر، بس بدك تطبخيه اقل شيء على النار ربع ساعة بالاول وتخليه يبرد بعدين بتفرزيه. بس في مثل انه بينحط بالفريزر، بينحط بس من بعد ما تطبخيه اقل، اما تطبخيه طبخة كاملة او ربع ساعة بالقليلة. سكرينة فيه؟ اكيد ربع ساعة اقل شيء. نعم. هلا بالنسبة للبردقان لشو بدك تجففيه؟ مع عنا ليمون على 8 اشهر بلبنان، نحن لبنان بلد الحمضيات. والليمون. الو. ليه بدك تجفف في البردقان؟ قولي لي الليمون. اوكي. ميرسي. تكرمي. يلا هاو نبلش نغليهم. هيدول خلصوا؟ عم يطلعوا شوي شوي، خلي يستووا. شو عنا؟ خلي يستووا على مهلنا. هودي خلص. هيك صلصات، انتبهوا. أكبر غلط إنه نرجع نشيلها ونحطها فوق الدجاج هون. هون ما بتزبط، تنزل بالشواية. بروح الغذاء. إلا إذا جبت فرشاية أنا وبفرشاية عملتهم هيك بيمشي الحال إذا كانوا سخنين. بس إذا بدي الصوص استعملها معهم ضروري ثلاث مرات رح يكون ضروري، لازم تغلي الصوص. ممنوع نسخنها تسخين، بدها تغلي لأنه فيها زوم من الدجاج موجود بقلبها. ناخذ اتصال جديد. الو. الو بونسوار. بونسواريني، اهلا وسهلا فيك. كيفك شيف انطوان؟ كتر خير الله. يعطيك العافيه، معك اندري نجم. اي اهلا وسهلا فيك ست اندري. حبيبي بس سؤال، اللفت بده شي خل، وقديه للكيلو بده ملح وبده خل؟ اول شي اللفت بده راس شمندر. نعم. بدك له كبايتين خل، كبايه مي. نعم. وملح ملعقه كبيره. اوكي. واطيب كبيس اللفت بيطلع عندك. تكرمي. لحتى يطلع يقرش شو بعمل له؟ يطلع اشقر؟ يقرش. حطي معه 4-5 حبات حامض الليمون. نعم. وكسري تشبي قد نص حبة العدس. عندي اياها بودرة. دواء خلص. اوكي. بيقرش. اوكي. تكرمي. سلم بيك. اهلا وسهلا فيك وينعاد عليك. وعليك يا رب. تسلمي عيوني. خليك بصحتك. لك شو صاروا حلوين. هون بدي عليها شوي لتاخذ نتفت لون، بس استوى الفروج بشهي صاير. أنا يحجب لك جاط لتسكبي فيه بالأول. هودي وهودي خلصوا. هاي دي للصلصة لهودي مش لهودي. بعد ما غيره.
أنا منوصلهم النار ليطلعوا مع هوليك دغري. بدنا نشوف الفخذ شو صاير فيه. هلا معه وقت زيادة بيتركهم بتسخسخوا على مهلهم وبعدين بنحط الصوص. نحن معنا وقت زيادة ما فيه، بس شيل هوا انا لنسكبهم هون يحشوف يحط الدجاجات لأكد انه استووا، وبالاخص الفخذ فوتهم على الفرن شو 3-4 دقايق. نحط هيدا، نحط عليها الصينية. حتى لونه بهالوقت رح نشوف المقادير عبر شاشة التلفزيون لبنان. بالمحطة الإعلانية نشوفوا هالدجاج شو صار حلو. شكرا. يلا جيب الملقط هيك استوى، أكدنا 100%. بنمسك صينية هون بالفوطة هات أعمل لك إياها هيك حضرها. يلا لا بعد 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 فوتي فوتي. إيه أوكي يلا. هذه الصوص غليت، شيل هديك قبل. يا حطيهم هون، معلش بنرجع نشيلها. برافو، وهديك حدا لك شو حلوين. ما بدهم غير يحكوا حتى لونه. هودي السمك الضاحكة. من هون منشيل شوية خضرة ونحط معهم. أنا بهالوقت حرجع قطع الدجاج اللي هني عندي هون منشان أكد إنه يستووا أكتر أحلى وأحلى، وبالأخص الفخذ يحطوا هون، حطهم شوي لأن الوقت عم بيديهمنا. فش معنا وقت كتير لأنه في برنامج سياسي ورانا دغري وما فينا نتأخر على ضيوفنا. نرجع منحطهم بالفرن على ايدي نظيفة يعني ما قتل شي. ايه هلا استنى.
من الطبق هلا بنحضر طبق تاني مشان هالبطاطا بلشي صفيها بدي اشيل هيدي خلي محل الدجاج بالنص ايه بالنص البطاطا لا نفترض شو وحدة قرشت اطيب شو على الدنتي بتصير ما في مشكلة يعني بس الدجاج ممنوع هاي الصلصة عم بغليها بدها تفقفق يا تعي كملي هاودي حطيها وعدها على وجهه Have the Kleenex. Yeah. امبارح في مدام اتصلت وقالت عن الروستو وبدأت تسويها بالفرن وخلص الوقت وما قدرنا شرحنا لها صينية مثل الصينية اللي نفطرت بتجيبي شقفة الروستو مش ضروري تتربط لو ما ربط لك اياها اللحام هي التربيط هالفاضي وقت بتكون الشقفة رفيعة منخاف على الحرارة تزم تكمش بس وقت بتكون سميكي ما بيصيرلها شيء ما بدها تربيط نرجع ملحناها بحرناها منحط عليها ملعتين سمنة أو ثلاثة زيت ونفوتها على الفرن بالفرن بس تحمر من فوق ومن تحت والداير بتجيبي جزرتين بتقطعيهم قطع كبيرة بصلة إذا صغار شو ثلاثة أربعة إذا ما في صغار كبيرة وقطعيها لأربعة إذا عنا طلع كرات بتحطيه بترجع بتفوتيها لجوا نص ساعة بهالوقت بتطلعيها بتعلي الصينية هيك بتجيبي ملعقة بتشيلي من الزومات السمنة والزيت شوي منها بيكون بتسقيها فيها ترجعي فوتيها على الفرن 10 دقايق ربع ساعة طلعيها حطي معها ورقتين غار عودين قرفة ثلاث أربع حبات كبشة قرنفل ثلاث أربع حبات بهار حب هلا إذا ما عندك مشكلة وبدك للعيد تحطي نبيد فيك تحطي لها كبايتين نبيد وكباية مي إذا ما بدك نبيد بتحطي دغري ثلاث كبايات مي المي ممنوع نحطها على الروستو بنحطها على الصينية ممنوع على الروستو منخفف من خواصها بتحطي ورقة زبدة عليها بعدين ورق ألمنيوم لتسكري مزبوط الجاط بترجع بتخليها بالفرن ساعتين ساعتين ونص لتعرفي انه استوت لتتأكدي انه استوت بتجيبي شيخ تبع سيخ لحم المشوي شكيه بقلب الروست وشلي اذا طلع بسهولة معناتها انه استوت اذا ما طلع زوم معناتها انه استوى يلا اعطيني شوي نبلش السادي غليل الصوص شوي لانه عم بيقولوا الوقت خلص اوام بيروح الوقت يلا قول هي عم تغلي جد ما حسينا دغري قطع دغري الوقت معك لحتى باربيكيو جوانا عملناه هون ايه يلا والصوص غليت الصوص جيبي لي اياه لقلك لهون
يلا كتية على عيون، كتية كتية بعلي ايدك بس خليها تبين. ايه برافو، هاي شو هل بيعملوا السوشيال ميديا احلى مني ومنك؟ صحيح. مني علي لهم هيك، خليه يلعب السوشيال ميديا. ايه هلا جزر خلص وديها، شوية جزر وبازيلا، حطي لي عرقين بقدونس هون. وهيك بنكون عملنا لكم طبقين للعيد، يلي هو نصف فروج مسحب باربيكيو دجاج، على امل ان تمر هذه الايام بسلام. تعي ست عبير، انا بشكرك ست عبير على معاونتك على الاطباق الطيبه. ميرسي لك، من لكم باي باي انا وعبير، ومنشوفكم بحلقات جديده.